جونة العطار في زهد وعدل المختار عليه الصلاة والسلام. زهده ما زهده يقايس بين الناس حتى إذا انتهى إلى زهده القياس طاح المقايس. له رتبة في الزهد ليست لغيره، تسامى بها فوق السها، والفراقد أحن إلى أخراه من أم واحد. إنه أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الأخرى، وزهده زهده. إنه زهد من خير بين أن يكون ملك النبي أو عبد الرسول، فاختار أن يكون عبد الرسول، يجوع يوما ويشبع يوما ويقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. إنه زهد من لو أراد أن يجري الله معه جبال الذهب والفضة لأجراها لكنه أباها. زهد من عرضت عليه الدنيا وتزينت له فقال: مالي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. زهد من علمنا أن من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. زهد من أيقن أنها لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وأنها أهون على الله من جدي أسكى ميت على أهله، وأن قاب قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها. زهد من عرضت عليه مفاتيح الخزائن فأباها وارتدى بالزهد ثم ادرعا، هانت الدنيا لديه فاستوى عنده التبن وإبريز الذهب. إنه زهد اختيار لاضطرار أبدا، فقد عرضت له الدنيا فجافاها وما بال، أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد وأحلت له الغنائم، وفتحت عليه في حياته جميع جزيرة العرب، وجلب إليه من الأخماس والجزية والصدقات ما لا يجبى للملوك إلا بعضه، وأهدت له ملوك الأقاليم أثمن الهدايا فأغنى أمته بها وما استأثر بشيء منها، فقد ألف الإيثار وهو ربيبه، وهل تألف الأغيال إلا أسودها، وما افترقت نحاة نداه إلا سعى في جمعهم جمع السلامة. يقسم في حنين على الأصحاب والمؤلفة قلوبهم 4000 أوقية من الفضة ولا يحوز منها درهما، ويوزع عليهم من الإبل 24000 ومن الغنم 40000 ولم يأخذ شاة واحدة منها. وأتاه مال من البحرين فقال: انثروه في المسجد، فما قام من المسجد وثم درهم منها. كل فرد من عطاه اغترف، وهو بالله عن الخلق غني، للعيد يوم من الأيام منتظر، والناس في كل يوم منه في عيد، لولا التشهد لم تسمع له لا لا. استقبل أحدا يوما قائلا: يا أبا ذر، ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تمضي علي 3 وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وشماله ومن خلفه: به الله زان الندى والعلا كما زان بالنيرين الفلك، فما زال كالشمس في برجها وكل البروج لها في فلك. لقد كان الزهد شعاره ودثاره في كل شؤونه، في مسكنه وفراشه وملبسه وطعامه وشرابه، وقد عرضت كنوز الأرض طرا عليه فلم يسو بها قلامة. يدوس بزهده قدم الثريا ولا يرضى الهلال له قلامة. مسكنه حجرات متقاربة الأطراف من لبن وطين، سقفها من جريد يناله الغلام بيده، فيها تجد بحر زهد عند بحر تقى، ففز لدى مجمع البحرين بالدرر، تزهى الملوك بدورها ونبينا تزهى به الدنيا فكيف الدور. صلى عليه الله ما أرسى بموضعه ثبير. فراشه الذي ينام عليه من جلد حشوه ليف، وكذا وسادته. رآه عمر على حصير قد أثر في جنبه فبكى: ما يبكيك يا عمر؟ قال: كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول الله في المكان الذي أرى. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال عمر: بلى. هيهات أين من الصقور أباغث يوما، وأين من الأعالي السافل. قال له ابن مسعود حين رأى أثر الحصير في جنبه: لو اتخذنا لك وطاء. قال: ما لي وللدنيا، والحال للدنيا أبيت، فلها الوهاد وليس لي إلا مع العيوق بيت. ووضعت عائشة على الباب نمطا ساترا بعد خروجه في غزاه، فلما قدم ورآه عرفت في وجهه الكراهية فهتكه وقال: ما معناه؟ إن الله لم يأمرنا أن نكسو الطين والحجارة. وفي لفظه: ما تلوذ البروق بصيبه عند بخل الغمامة. ملبسه ما ملبسه، يلبس ما تيسر له، يلبس الجبة والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل والبرود اليمانية، يلبس الصوف تارة والقطن تارة،
يلبس الناعم الجميل تارة فيرى في حلة حمراء لم يرى شيء قط كان أحسن منه، ويلبس الخشن والغليظ تارة فيقبض في كساء ملبد وإزار غليظ كما أخبرت عائشة، ويقسم أقبية الديباج المنسوجة بالذهب على أصحابه، فذا زهده مثل ما تسمعون تزول الجبال وما إن يزول، صلى عليه الله ما وابن هما وما نجوم زينت وجه السماء. طعامه ما طعامه، لقد دعا وهو المجاب دعاؤه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، فما شبع من خبز حنطة 3 أيام تباعا حتى فارق الدنيا، وما شبع من خبز شعير 2 يوم متتاليين أبدا، وما شبع من خبز وزيت في 1 مرتين حتى لقي الله تعالى، يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، لا توقد النار في بيته 3 أهلة، يأتي عليه وعلى آله الشهر ما يختبزون خبزا ولا يطبخون قدرا، وكانوا يخرجون الكراع بعد 15 يوما فيأكلونه. ثبت عند مسلم أن أبا طلحة رضي الله عنه رآه في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وقد عصب بطنه، فأتى أم سليم وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا، فهل من شيء؟ قالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، إن جاء وحده أشبعناه، وإن جاء معه آخر قل عنهم. فأرسلوا له أنسا فقال له في استحياء: يا رسول الله أجب أبا طلحة. فقال لمن معه، وكانوا 80، قوموا، فقاموا معه، وقدم الطعام له ووضع يده عليه، ثم سمى ودعا بالبركة، فأكل 80 جميعا حتى شبعوا، ثم أكل هو وأهل البيت حتى شبعوا، وفضلت من ذلك الطعام فضلا، بركات بهرت كل الورى، وسرت أخبارها في كل حي، فعليه الله صلى كلما هيج الشوق بريق من كدي.